فارس النجار، محلل اقتصادي من الرياض. من يسيطر إذا في ظل ما نتحدث، أو عندما نتحدث عن قنوات بحرية فرقت منافذها بين القبائل، يعني وأقصد هنا بين جماعتين، من المسيطر الرئيسي اليوم على الملاحة في اليمن؟ مساء الخير عليك أخي العزيز وعلى كل السادة المشاهدين. مساء النور. الظروف الأخيرة جعلت هناك حالة من الانقسام. ما هو الحال في الانقسام النقدي والجمركي؟ أيضا اليوم حالة انقسام شديدة فيما يحصل حركة السفن التجارية في الموانئ. لدينا حركة في ميناء عدن وموانئ التابعة لها، وحركة في ميناء الحديدة والموانئ التابعة لها. للأسف التصريحات الأخيرة الصادرة من بريطانيا حول هذا الموضوع هي للأسف تعطي كثير من علامات الاستفهام حول يعني ماهية هذا التحرك، وهل الحوثيين وصلوا لهذه المرحلة من القدرة على هذا العمل الاستخباراتي المخيف الذي ممكن أن يحرك أو يوجه السفن ويغير حركتها من ميناء حديدة إلى ميناء عدن؟ وإن كان ذلك فعليا، فأين اليوم المجتمع الدولي من هذه الحقائق التي تؤكد بأننا نتعامل مع ميليشيا فقط تريد أن تسخر الأرض والبحر والسماء لخدمة مشروعها السلالي ولخدمة اقتصادها الموازي؟ اليوم نحن في ظل هذا الانقسام وفي ظل هذه الفوضى. لدينا للأسف ميليشيا يبدو بأنها تحولت إلى هي من تقرر كيف تسير الأمور.